لا لا طب ليه طب ليه طب ليه؟ ليه دول؟ سيادة المستشار انت ايدك فيها حديد دي ولا ايه؟ ايدي اللي هنا ده. لا بالراحة طب بالراحة بقى. بالراحة والله. ده مش هقدر اعمل لك حاجة لسه في القلم ولا حاجة. لا الحمد لله دي كويسة كده. دي كويسة؟ معقولة شوية. طيب. لا 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 طيب حرك كده رقبتك بس. والله لامن شوية شوية. ما شاء الله شوية يعني. حرك كده رقبتك. أحرك فين وانت؟ حرك حرك بس. أحرك إزاي كده؟ زي ما أنت عايز. لفت؟ لفت. لفت خالص ها؟ أيوة شاء الله. واحدة واحدة هتظبط إن شاء الله. لا لفت ها؟ إيه الأخبار؟ لا ما هو انت لخمني بيه مش لخمك رقبتك حرك ما ايه ان شاء الله بس انا بقى بعملها كده ما هي حملت ايه والله ما كانتش بتعمل ايوه والله 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 انك صادق والله ما شاء الله عليك عجن 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 تعجن بالراحة يا عم سمكرني بس على البارد ده لسه في شغل على البارد تاني سمكرني على البارد طالما انت علقت كده جسمك فك يا عمر تضحك عليا يا عمر فين هيمو انا عاوز هيمو هيمو حبيبي بيكلمني لا انتوا ما عملتوش في الفيديوهات بتاعتكم في اليوتيوب كده ده مش الشغل كده ده حضرتك انت ما لا انا كنت عاوز الحاجه الشغل ده انا على كنت عاوز الحاجه في ايه ده اسمك كله جاب ميه ايه ده ما شاء الله ما شاء الله رهيبه 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 استنى كده ايه والله اتحركت صح لا المفروض كنت صورتني قبل ما ابدا بس هترجعها تاني لا مش هترجع ان شاء الله يا لهوي عليك كل جسمك جاب ميه هات مناديل ما شاء الله ايه ده؟ ايه؟ ما شاء الله بدأت تظبط ها؟ لا ظبط ما كانتش بتجي كده خالص يا عصام بس هل بقى لازم الاستمرار على الكلام ده ولا؟ لا طبعا نظام جلسات جلسات مشكلة لا بس ايه ده؟ انت خربت لي ايدي